أولا نقول أن الله سبحانه وتعالى جمع لا بد أن نجمع. الثاني أن الله ليس كمثل شيء، لو كان هذا ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق لا يمكن أن يكون ممتنعا بالنسبة للخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، وهذا ليس ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق. تقول ما زلنا نسير، والقمر هو من أصغر مخلوقات الله، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر. نعم، هذا الأخ يقول زوجتي معي، وهي في ذاك البلاد أو هنا، يصح؟ ما معنى المعية هنا؟ أنها في ذمتي، لم أطلقها. نعم، قال وقولهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. الآن لماذا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ ولم تكن الآية رابع أربعة، ثالث ثلاثة، ثاني اثنين. لماذا؟ لمباهرة الخالق للمخلوق. اسمع معي، ثاني اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه كلاهما بشر، إذا لابد أن يأتي بنفس العدد، لا يزيد عليه، مفهوم؟ نعم، يقول ثالث ثلاثة، كلهم بشر، لكن إذا كان من غير الجنس سيقول أن ثلاثة رابعهم، لا بد يأتي بعدد زائد، لأن هذا ليس من جنسه. وكذلك هنا عندما قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لماذا؟ لأن هذا فيه مباينة الخالق للمخلوق، يأتي بعدد زائد، وإذا كان من نفس الجنس يأتي بنفس العدد، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. نعم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. نعم، سيأتي معنا أن بعض أهل السنة والجماعة يثبت المعية ويقول أن مقتضى المعية العلم، والبعض الآخر يثبت المعية ويقول أن مقتضى المعية جميع معاني الربوبية، علم وقدرة وإحاطة ونصر وتمكين وغيره، وهذا الذي يراه شيخ الإسلام، أي الثاني، جميع معاني الربوبية، سيأتي بإذن الله. نعم، لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة بشخص، وتصلح أن تكون خاصة بوصف، على ما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم، وقوله إنني معكما إنني معكما خاصة بالشخص، نصر وتأييد، إذا إثبات المعية ومقتضى، انتبه بالأمس، تثبت المعية وتثبت مقتضى المعية، تثبت الرضا ومقتضى الرضا، الغضب ومقتضى الغضب. نعم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم، هذه معية خاصة بوصف، تتقي الله، تتقي الله وتعلم أنك بالتقوى تنال معية الله، معية خاصة بوصف. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الآمر واجتناب النواهي على علم وبصيرة لا على جهل، ورهبانية التي تدعوها ما كتبنا عليها. نعم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أحسن. نعم، والله الاتكام هذا مشكلة أخوان. نعم، واصبروا تصبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، وعلى أقدار الله، وتتذكر أنك بالصبر، لأن الصبر واجب يجمع الأمة، تنال معية الله سبحانه وتعالى خاصة بالصبر والصبر. نعم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. نعم، وقوله ومن أصدق من الله حديثا. عيد الآية. وكم من فئة قليلة. الله. كم من فئة قليلة. كم من فئة. نعم. بإذن الله والله مع الصابرين. نعم. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا.
ومن أصدق من الله قيل. هذا تقدم معنا في عناصر الدلالة والإثبات، علم وصدق وبيان وفصاحة تعالى وإرادة الهداية تعالى وتعالى. تلقي هذا ولا أرى عينك. نعم اقرأ. قال الله يا عيسى ابن مريم. الآن بدأ المؤلف بإيراد الأدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وأطال لا يمكن أن يطيل إلا الإنسان. هذا الباب كثر فيه المخالفين لأهل السنة والجماعة، فكان هذا السبب لأن شيخ الإسلام يكثر من الحديث. أهل السنة والجماعة يثبتون لله كلام حقيقي أليق بذات عظمه، لا ما في الكلام المخلوقين. وقولوا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام له صوت مسموع وحروف، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء، كلام حقيقي أليق بذات عظمه، لا ما في الكلام المخلوقين. كيف يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص؟ أدلة إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى إجمالا الكتاب والسنة والإجماع والعقل. العقل الصحيح السليم الباقي على الفطرة لا بد يثبت لله كل صفة كمال وينفي عن كل صفة نقص وعيب. ثم أن المؤلف لم يكتفي بها، أطال في إثبات صفة الكلام لله، ثم أورد الأدلة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ، أي هو الذي ابتدأ وتكلم به، وإليه يعود، أي إليه يعود وصفا لأنه هو الذي تكلم به. والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لمن قاله مبلغا مؤديا، او اليه يعود قولا غير صحيح الجمع. طيب، وسياتي معنا باذن الله تعالى من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. طيب، تمت كلمه ربك صدقا. اسمع يا اخي، واحده واحده. اقوى الادله، لو قال لك قائل اريد ان تلخص لي الادله، اريد اقوى الادله على اثبات الكلام لله سبحانه، من يذكر لي أقوى الأدلة؟ أقوى الأدلة تقدم معنا في السنة أي؟ أول قول أعود بكلمات الله تعالى، هذا من أقوى الأدلة في السنة. لماذا؟ لأن كل من يقول أن كلام الله مخلوق اسأل ماذا تقول إذا نزلت منزل؟ يقول أقول أعود. تسأل عن كلمة الله، تسأل الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، يقول أكبر. إذا أثبت أن القرآن صفة من صفات الله وصح الاستعاذة بالله وبأسماء وصفاته، فأنت موحد ومثبت صفة كامل لله. وإذا تقول أن كلام الله مخلوق فأنت مشرك شرك أكبر. صح، هذا أقرب من أقوى الأدلة فتح الله عليك. غير هذا، أقوى الأدلة. ألا له الخلق والأمر، غاية بين المخلوقات والأوامر. ونسأل هذا، نقول طيب، تقول القرآن مخلوق؟ يقول نعم. نقول إذا ما في أمر؟ يقول كيف؟ ما في أمر. الآن الشمس، القمر، الأرض مخلوقة؟ نعم لا شك مخلوق. تأخذ منها أمر؟ لا. تقول إذن هي كالقرآن وانتهى الأمر. صح أم لا؟ صحيح. أبطل باطل هذا، لكن عنده لابد من إقناع. طيب، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام أضافه لمن قال مبتدئ لمن قاله مبلغ مؤدي. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أمر
والذي يقول ان القران مخلوق او كلام الله مخلوق اذا لا اوامر. مفهوم؟ طيب. وتمت كلمه ربي وتمت اوقف. لا امام. يا تراهم خشية الضيفان فرصا يصلون الصلاة بلا أذان. تعرف منهم؟ من؟ أوقف. تراهم خشية الضيفان فرصا يصلون الصلاة بلا أذان. من هم؟ ما تعرف؟ من يا شيخ نذير؟ وخلاص تخطى ما ينفع. ذكرنا فيما تقدم أن القرآن يوصف بأنه محكم، كل ما في القرآن محكم، وقلنا الإحكام يفسر قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا أي في الأخبار لا كذب، وعدلا أي في الأحكام لا جو ولا ضر. وصف بأنه كلام ومسموع حتى يسمع كلام الله. طيب قال ربه، صحيح، وكلمه ربه، وغير هذا من الأدلة. نعم أجلس. وقوله وكلم الله، وقلنا أنه بعض عن البعض، نسأل الله السلامة والعافية، حرر هذه الآية وكلم الله قال، رد عليه الآخر وقال: ما تقول في قولك وكلمه ربه؟ لم يحرر الجواب. نعم. منهم من كلم الله، منهم أي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من كلم الله، والكلام لا يكون إلا بالصوت وحروف ومسموع. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا، إذا الكلام يكون بمشيئة الله، وكلمه ربه. نعم. النداء ما يكون إلا بصوت وحروف مسموع، والنداء للبعيد والمناجاة للقريب، هذه كلها أدلة يريدها المؤلف الآن سوا. نعم. وقوله وإذ نادى ربك موسى ليت القوم الظالمين. نعم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. نعم. وسمع كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ويوم يقول بعض العلماء، هذا مهم جدا، لو لم يأتي في القرآن ذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام ما استطعنا أن نتكلم بكلمة واحدة، نبي من أنبياء الله أبو البشر، ما نستطيع أن نتكلم كلمة واحدة. كنا لا نستطيع أن نتكلم بشيء في الصحابة الرضوان، أنبياء ورسل باب أول. نعم. قال وقوله ويوم يناديهم، النداء يكون بصوت وحروف ومسموع، والنداء للبعيد اتثارا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدو. ما معنى لا عدو؟ لا عدو ممثلة بذاتها مع اثبات كون العدوى سبب الانتقال المرض باذن الله، صحيح ام لا؟ لا عدوى أي لا عقل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل اعتقاد الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقد أن العدوى هي المؤثرة بذلك، مع إثبات كون العدوى سبب انتقال المرض بإذن الله، صح؟ ها؟ صحيح. نعم. نعم. من قاطع الطريق كان؟ فضيل؟ فضيل بن عياض. فضيل بن عياض. لا هذا اسمه شرع، هذا في منطقة معروفة عندهم إذا ساروا فيها يأتي هذا النص قاطع الطريق ويقطع عليهم، وهو يمشي على البعير، أخذ البعير يتثاوب فقال قد رماك الله بشرع، لأنه تنتقل العدوى بإذن الله، يتثاوب البعير ثم يتثاوب ينام يقضي عليه.
مجرد أن قال له هذا الكلام خرج له هذا الشرح قال ها أنا لك. نعم خليك نعم قال وقوله ويوم يناديهم ويوم يناديهم لابد أن تجيب عن هذا السؤال تسأل يوم القيامة لابد ويوم يناديهم فيقول ما فيقول هذا في إثبات صفة الكلام لله لأن القول يقوم بالصوت وحروفه مسموع ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين سائلك الله يوم القيامة هل النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق الجهاد تقول بلى نعم والله أدى ونصح وجاهد ولم يكتم شيء سألك الله ماذا صنعت في مجال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمت هل عملت هل دعوت هل صدقت لابد أن تجيب عن هذا السؤال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين الشاهد هنا عند المؤلف فيقول نعم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يعني إلى أن يسمع كلام الله والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مقدما نعم حتى يسمع كلام الله والكلام ما يكون إلا بالصوت وحروفه مسموع نعم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يخلقونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل نعم قال الله يعني نهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهؤلاء بالخروج للجهاد في سبيل الله أي مع النبي عليه الصلاة والسلام نعم قل ما أوحي إليك من كتاب ربك هذا الآن هو دخل المؤلف في سرد الأدلة من القرآن أدلة على أن القرآن كلام الله لم يكتفي بالأول وهذا تجد في عقائد أهل السنة والجماعة يعني مثلا عندما تأتي في دراسة العقيدة الطحاوية تجد أن الطحاوي رحمه الله يركز على مسائل لماذا؟ لأن هذه المسائل تكون يعني في زمن فلا بد أن يدحض حجة من يقول بهذا القول فتجد هذا كثير في العقيدة الآن شيخ الإسلام أطال في هذا الباب لأن هذا الأمر كان زمن شيخ الإسلام فلا بد أن نكثر من أدلة حتى يقضي عليه نعم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته كلماته كلام بصوت ومسموع وحروف نعم وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون والقصص ما يكون إلا بالصوت والحروف ومسموع نعم وهذا كتاب أنزلناه مبارك هذا كتاب أي مكتوب أنزلناه منزل غير مخلوق كلام الله وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى أنزلناه مبارك القرآن مبارك قراءة القرآن مبارك والتداول به مبارك والتدبر باطل والعمل باطل نعم قال ليتدبروا آيات نعم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله نعم خاشعا متصدعا من خشية الله فالجمادات إن كانت جمادات فهي تسبح الله سبحانه وتعالى نعم هذا حقيقة خاشعا متصدعا كيف الله أعلم آمنا صدقنا وسلم ليس لك أن تقول مجاز أو كذا نعم وإذا بدلنا آية المكان آية والله أعلم بما ينسلك قال قالوا إنما أنت مفتر وإذا بدلنا أي ناسخ المنسوخ قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون ماذا لا يعلمون أن الكاذب ما يمكن أن يأتيك بقصة بالأمس ثم يأتي بخلاف هذه القصة في اليوم الثالث لا بد أن يأتي بنفس القصة التي كذب بها في البارحة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول هذا الحكم منسوخ هذا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق لأن الكاذب لا يغير
الكلام الذي تقدم، بل أكثرهم لا يعلم. ثم قال سبحانه وتعالى بعد الآية: قل نزله روح القدس وهو جبريل الأمين. أمين. ويقول عنه الرافض: خان الأمين. سبحان الله، أمين وخان يشتمل، إما خيانة أو أمانة. قل من كان عدوا لجبريل خان الأمين فصدها عن حيدر. حيدر لقب لعلي رضي الله عنه. نعم. طيب، قل نزله، هذا فيه أن القرآن منزل المخلوق، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، إثبات أن القرآن كلام الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. في قاعدة عندنا في باب الأسماء والصفات، أن الإنسان إذا أشكل عليه، أشكل عليه دليل من أدلة الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، ماذا تصنع؟ تقول: آمنت بالله وبما جاء لله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء رسول الله على مراد الله. النتيجة يهدك الله. آمن، الخلاصة تهتدي، بخلاف أهل الباطل يعتقد ثم يؤمن. أنت ماذا تقول؟ تقول: آمنت وصدقت وسلمت. النتيجة يهدك الله. خلاصة عندنا، هذه قاعدة ملخصة. آمن تهتدي، آمنت بالله بما جعل الله على مراد الله، آمنت برسول الله وما جعل رسول الله على مراد رسول الله، نتيجة يهدك الله. نعم. قال: أنزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم رجل نصراني في نجد يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، لسان الذي ينحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قلنا: ما أحد يتكلم على ما في القرآن، يقول مخالف للغة، خلاف الأصل، كلمات غير عربية، هذا لم يقل به الكفار الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبحان الله، أين الأسماء صفاتنا؟ يا رجل، سبحان الله، لماذا جاء بهذا الآية؟ هذا لعله خطأ بعض النسخ، هذا نسخة لعله فيها شيء. نعم، رؤى المؤمن لربه، أين الصفة؟ هذا ليس في الصفات. إثبات وجه الله تقدم، لماذا يقدر؟ إثبات وجود الله. يمكن وجود الله كافر. يا أخي خطأ بعض النسخ وارتاح، اشعلك أنت. ما يخطئ النسخ، ما قلنا شيء حتى لا تزعل. يا أخي رؤية المؤمنين لربهم هذا من الإيمان باليوم الآخر، صح أم لا؟ ما علاقة هذه الآيات باب الأسماء والصفات؟ ليس لها علاقة إطلاقا. فالحق أن نقول أنه لعله خطأ بعض النسخ، وهذا الأخ لعله أتى بنسخة من هنا أو من هنا، أو انتقل. ما ينتقل ذهن الناسخ أحيانا، يكتب بعض الأشياء وانتهى الأمر. بعد هذا، على الأرائك ينظرون. يا أخي بعد هذا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، بعد هذا. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم، هذا أربع أدلة، أربع أدلة فبقي. نعم، بعد. وهذا الباب في كتاب الله. خلاص انتهى الحمد لله، لعله في آخر الآيات انتقل ذهن الناصر وكتب هذه الآيات الأربع. صحيح؟ أخواننا، ما علاقة باب الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم، هذا من الإيمان باليوم الآخر. ما يمكن يكون هذا أحد، أنا ما أعرفه. طب لماذا ما ذكر لك مثلا يعني بعض الأمور مما تكون يوم القيامة، الشفاعة وكذا؟ لو يذكرها يقول: ما الذي يعني جعل المؤلف يورد هذه الأدلة؟ صحيح، رؤية المؤمنين لربهم ستأتي معنا إن شاء الله تعالى
في ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. لعل الأدلة هذه كان هذا موضعه، فنقول انتقل ذهن بعض العشاق من ذاك الباب إلى هذا الباب، وضع هذه الآيات فتنقل من هنا إلى هناك ويستقيم الكلام. بسم الله سبحان الله، ما يخطئ لهم أحد؟ ما قبل من الخطأ؟ أنا ما بدي إشكال. ها أعطنا إثبات أن الله أن لله سبحانه وتعالى لا ترى. إثبات ذات يعني أنت فتح الله عليك. من صحيح هذا كلام مصطفى. من قال أن أخطأ في تبع المصطفى؟ ما يخطئ عندكم أحد؟ الله عليك. كل من ينكر الصفات لابد أن ينكر الرؤية. لماذا؟ هل يمكن أن يرى شيء بدون صفات؟ هذا عدم. فيلزم كل من أنكر الصفات أن ينكر الرؤية. وإذا كان كنا نرى الله، هذا معناه أن لله صفات. فالذي يثبت الرؤية يثبت الصفات، والذي ينكر الصفات يؤدي هذا إلى إنكار. من قال أن أخطأ يا رجل؟ ولا داعي لكرار هذا الأمر. المؤلف رحمه الله تعالى أراد هذا. أدلة الرؤية في القرآن كم؟ ذكر أربع أدلة هنا. أربع أدلة تضيف إليها أدلة ثلاثة، تكون المجموع سبع أدلة. لكن أدلة الثلاثة أدلة عجيبة جدا. استدل بها هذا الباطل على ماذا؟ على عدم الرؤية. شيخ الإسلام رحمه الله قال لزاما عليه أن لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما على شيخ الإسلام أن يقلب الدليل عليه. يقول أي صاحب باطل يأتيني بأي دليل يستدلني على باطله فأقول يلزمني أن أقلب هذا الدليل عليه. هذا من توفيق الله، هذا ليس بيدي واجتهاد والله. فالتزم شيخ الإسلام أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا أقلب الدليل عليه. يقال الله عنه البخاري رحمه الله عندما دخل إلى العراق قال يدخل عليكم البخاري ولابد، وانت تعرف الحرب على اهل السنه، فقال لابد ان تفسدوا على هذا الرجل حتى لا يقتر به الناس وياخذ الطلاب وياخذ ذلك. فاختاروا عشره منهم وقالوا كل واحد يحفظ لنا عشر احاديث لكن يغير في الاسانيد مع المتن الحديث. عندما جلس اجتمع الناس وجلس البخاري للتحديث، قام الأول وسأل عن حديث الأول فقال البخاري لا أدري، الثاني قال لا أدري، الثالث الرابع إلى عشر حديث يقول لا أدري. الناس ضجوا، قال هذا البخاري ما يعرف عشر أحاديث ما أجاب عن حديث؟ هذا من جهال. العلماء قالوا فطن الرجل فهم حتى انتهى الأول. فقال انتهيته؟ قال لا، قام الثالث الرابع الخامس السابع الثامن التاسع عشر. قال انتهيته؟ قال انتهينا. قال الحمد لله. بدأ إلى الأول ذكر له الحديث الذي يعني مقلوب، قال أبو علي البخاري وأرجع إلى أصله والثاني حتى أرجع المئة كاملة. فعرف الناس علم هذا الرجل اليوم يقع مثل هذا. اي نعم،
الجمهور لا يعرف ولا بد أن تكلم بعض العلماء حتى تكلم بآيات كبار العلماء صحيح؟ لكن العالم يعرف. طيب رؤية المؤمنين لربهم ما هو معتقد أهل السنة والجماعة؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن نفسا لن ترى الله حتى تموت، أنه لا يمكن أن يرى الله إلا في عرصات يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله. إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. وقلنا خرج له وقال إن ربه فبصق في وجهه وقال احس عدو الله شيطان. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. الأدلة أربعة. نعم. يومئذ ناظرة من النظارة والحسن. هيئت هذه الوجوه، نسأل الله من فضله. بعض العلماء قال يعني هذا من باب التحذير والتقويم، انه حري بمن انكر الرؤيا الا يرى الله. اعظم نعيم، اعظم واكثر ما تشوق اليه المسلم رؤيه رب العالمين، نسال الله من فضله. وجوه يومئذ ناظره اي من النظاره الحسنه. الى هنا فعل معدب إلى ما يمكن أن يكون إلا في الرؤيا الصريحة، إلى ربها ناظر. هذا الدليل الأول. الثاني على الأرائك ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. للذين أحسن الحسنى الجنة. الزيادة مستوها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعدى ما جاء عليه الصلاة والسلام. رؤية المؤمن لربهم. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قلنا فسر النبي عليه الصلاة والسلام برؤية المؤمنين لربه أربع أدلة. نضيف على هذه الأدلة من يعني ثلاث أدلة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله إذا حجب أعداؤه رأى أولياءه. هذا الدليل الخامس. نعم. 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 لا. لا تدركه الأبصار. كيف؟ هذا دليل على عدم الرؤية. لا، دليل على الرؤية. لأن عدم الإدراك يدل على الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في سورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها سد الأفق. أدركه؟ لا. رأى؟ نعم. إذن عدم الإدراك يدل على الرؤية. هذا السادس. السابع لن تراني. عجيب. لن تراني احتج به أهل الباطل ومنهم الزمخشري يقول هذه لن الزمخشرية. لن تراني. اسمع. لو كانت الرؤية أمر ممتنع وباطل ولا يمكن لبين الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى أعظم نعيم. لو كان هذا الأمر باطل لنهي عنه موسى عليه الصلاة والسلام كما في قصة نوح. نوح عليه الصلاة والسلام عندما أنجاه الله سبحانه وتعالى قال وإن وعدك الحق قال إني أعلمك. إذن هنا سأل عن شيء محرم ولم يكن أسأل، لكن هنا عندما سأل موسى الرؤيا سأل عن أمر يتطلع ويتشوق إليه كل مسلم ولم ينكر الله سبحانه وتعالى هذا، لكن القوى البشرية في الدنيا لهم أن تبقى وعلق الله سبحانه وتعالى الرؤيا على وجوه الجمل. إذن هذا دليل على الرؤية. من تراني مفهوم. ومن قال انه لا لن هذه على التأديب سنخشي كلام باطل ولا شك في بطلانه. نعم.
ولن يتمنوه أبدا. فقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا لنزم الشريعة؟ نعم لنزم الشريعة، لكن جاوبت على لنزم الشريعة. نعم قال وهذا الباب فيه. إذن أدلة عندنا سبعة، إذا قال لك قائل ما هي الأدلة، هناك بعض الأدلة أيضا تزيد على هذا، لكن أنت تعد سبعة أدلة تضيف على هذه الأدلة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لن تراني لا تدركه الأبصار، هذه كلها دليل على ربهم. قال وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، هذا الباب أي باب الأسماء والصفات في كتاب الله كثير، بل لا تخلو منه آية حتى صاد وياسين وطه. نعم من تدبر القرآن، أفلا تدبرون القرآن؟ ذكر لك الأول التدبر والثاني القصد طالبا للهدى، تبين له هذا الطريق وآمن بتوحيد الأسماء والصفات. نعم من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أي يبين لي ولكم طريق الحق ويهدنا إلى هذا الطريق أي نسبه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه.